خلينا نروح للخبر اللي بعد كده عشان ادي وقت طبعا لضيوفي الكرام اللي احنا محتاجين نسالهم في كل حاجه. تالق كبير لالعاب القوى الاهلاويه في بطوله مصر او بعثه مصر بدوره الالعاب العربيه. بطوله الالعاب العربيه بتتلعب دلوقتي طبعا في العاب القوى. النادي الاهلي بيشارك ببعثه كبيره من العاب القوى. لعيبه منتخبنا الوطني لالعاب القوى عملوا نتائج مميزه جدا في دوره الالعاب العربيه رقم 15 واللي بتتلعب في الجزائر الشقيق في الفتره من 5 ل 15 يوليو اللي احنا فيه. المنتخب حقق 5 ميداليات كلهم ذهب عن طريق 4 لعيبه بس. الاربع لعيبه دول انا بس ايه خليكم بقى واحنا ماشيين مع بعض في المنتخبات كده شوفوا النادي الاهلي بيمثل قد ايه من قوام المنتخبات. وهم اسراء عويس طبعا نجمتنا اللي كانت ضيفتنا في حلقه من الحلقات في الاطاحه بالمطاطه، وهاب عبد الرحمن اللي حقق الذهب في رمي الرمح وبرضه اللي بيكون ضيفنا بشكل مستمر في. اما الخامس فكان مصطفى عمرو لاعب نادي الجزيره واللي حقق الذهب في دفع الجله. ده الحقيقه نتائج مميزه. كل التوفيق لبعثه مصر طبعا في دوره الالعاب العربيه. العاب القوه من الالعاب ام الالعاب زي ما بيقولوا.